هذا الكورس، إن شاء الله تستفيدوا وتسعدوا وتتعلموا، وبإذن الله ننهي الريليشن شيب اللي بيننا أو ما تنتهيش يعني، لكن تبقى كونكتد بس على بيز حلوة وجميلة، وتخرجوا بميموري كويسة على البيز. إن شاء الله هنبتدي نتكلم، وعشان المدرج صغير وإحنا عددنا كبير، فإحنا نساعد بعض بإن إحنا إيه نخرج من مود الفاير بقى، ونبتدي نركز في الكلام. النهارده إن شاء الله عايزين نعرف يعني إيه فورنسيك ميديسن اللي إحنا هندرسه. فورنسيك ميديسن means any medical condition which is in the court. يعني أي حاجة في تقدم للمحكمة تبع الميديسن يبقى تبعنا احنا، دي تبع الطب الشرعي. طيب الطب الشرعي بنقول طب وشرعي، يعني ممكن كلمة شرعي دي نشيلها ونحط بدلها قانوني، يعني نقول الطب القانوني، لأن هي شرعي ميز القانوني الليجال. لما أنا بحطها الترانسليشن بتاعتها ليجال ميديسن، تمام؟ طيب أنا الليجال ميديسن يبقى أنا أي حاجة في الميديسن هتنظر قانونا تبقى تبعي انا، صح كده؟ طيب يعني ايه؟ يعني كل حاجات الجرايم والحوادث وكل ما يحصل في بالك والحاجات ديت اللي هي هتبقى قضيه والقانون تبعي. طيب تعالوا نشوف القانون، هل انا لي علاقه بالقانون وبعدين نروح للميديسن؟ القانون اللي هو يطبق على الدكاترة، أو لو القسم عاملاه والحكومة عاملاه على الدكاترة والإيثكس والتعليمات دي تطبقها كله من اختصاصي أنا. يعني من يخل بالقانون في المجال الطبي يبقى مين اللي يتعامل معاه؟ بتاع الطب الشرعي، تمام كده؟ وبالتالي الدكتور اللي بشغله بيخطئ في عملية أو يتسبب بوفاة مريض أو إلى آخره، مين اللي بيبعت ورقه مين الأول؟ للطب الشرعي عشان يقيم هو أخطأ صحيح ولا لا، هو اللي تسبب بوفاة البني آدم ده ولا لا. يبقى إذا من الوجهة الأول أي حالة في الميديسن عايزين أنت تنور المحكمة بيها من الوجهة الطبية هي الجولة للطبيب الشرعي. اي حاجه في القوانين لم تطبق من قبل الدكاتره والميديكال ستاف هو الطب الشرعي. معنى ثاني نقدر نقول الطب الشرعي هو عين القانون في الطب وعين الطب في القانون. اعتقد انها وصلت لكم كده، يعني ايه طب شرعي، مش كده؟ طيب نبتدي نتكلم يعني ايه الطبيب الشرعي ده منوط بايه؟ تقدر تقول يعني الجوب ديسكريبشن بتاعه، يعني انت لو انت عايز تقول انا عايز اشتغل طب شرعي، اعرف الاول الطبيب الشرعي ده ايه اللي مطلوب منه علشان تقدر تحدد انت هتحب تشتغل طب شرعي ولا لا. فيرست اوف اول الميديكال او ميديكوليجال اكزامينر، خلينا نحط له نثبت كلمه ميديكوليجال اكزامينر او فرينسيك اكسبرت، ما هيعمل اول حاجه ايه؟ اول حاجه تخيل ان هو لما بيلاقوا جريمه جثه، اول حاجه بيعملوها ان يبعتوا يتكلموا بالطب الشرعي. طيب يبقى الطبيب الشرعي ده دخل ايه؟ اول حاجه مرمود فيها ان هو يقول لي ايه؟ الكوز والمانر والميكانيزم، او الكوز والميكانيزم والمانر والديس، يعني ايه ثلاث كلمات دول؟ يعني سبب الوفاه ايه؟ انت اول ما تخش كده لازم تقول له تحدد سبب الوفاه كان ايه؟ طريقه الوفاه كانت ازاي؟ هو قتل ولا انتحار ولا حادث؟ يبقى اول حاجه تحديد سبب وطريقه الوفاه. طب تاني حاجه اللي هو الطبيب الشرعي لازم يعلم بيها رجال القانون وقت الوفاه حدث امتى بالظبط؟ احنا قال الفوز والمنر والكده، يقول وقت الوفاه حدث امتى بالظبط؟ الاصابه دي تيجي يعمل دوكيومنتيشن للاصابه اللي موجوده في الجثه، خلاص؟ يعمل دوكيومنتيشن للاصابه ويقول الاصابه دي اتعملت ويتش ويبر ويتش انسترومنت، يا ترى اتعملت بايه؟ بسلاح ابيض ولا بمسدس طلق عيان ناري ولا؟ يبقى هو عليه تحديد مش بس سبب الوفاه والبني ادم مات ازاي والمرض هو حادث ولا قتل ولا؟ ده لازم يقول تايم اوف ديث حصل امتى بالظبط؟ على قد ايه على الوفاه؟ وبعدين ويقول كمان ايه الانجرز اللي موجوده، كلمه دوكيومنتيشن يعني ايه؟
مهم قوي كلمة documentation، إثبات الإصابات وإثبات والإثبات documentation بالنسبة لينا في الطب الشرعي كل حاجة. فأنت بتخش الإنجري دي بتعمل على سكتش بتحدد مكانها وبتوصفها ومعمولة إزاي وقد إيه كام سنتي والكلام ده كله، at the same time بتاخد صورة أبيض وأسود وألوان يمين وواي لو معاك الأسيستنت بتاعك، مش لو معاك ده لازم بتصور فيديو طول ما أنت بتفحص، لأن وانس الكوستر اتشالت وعملنا لها بريك خلاص كل الإيفيدنسز عندي انتهت. فأنا كل فحصي وأنا داخل أشتغل ده كله لازم أعمله دوكيومنتيشن زي ما اتفقنا كده. يبقى أول حاجة إحنا قلنا عمل إيه وكتب معلومات إيه، طب إيه تاني أهم من ده وده وده، بس بتيجي في الستبس بالأهمية. يعني عشان هو داخل على الكوستر لازم يقول لأول سبب الوفاة والتايمنج وكده، بعد كده ايدنتيفيكيشن يعمل عملية استعراف للمتوفى دوت. عليكم السلام، خش لازم تعمل استعراف بقى على طول، خش انت ساكت. لا كده كتير يا حبيبي خلاص. يبقى احنا ايه؟ يبقى بعد كده عليه ان هو يعمل ايدنتيفيكيشن للبني ادم اللي هو داخل اللي بنقول عليه البص او المتوفى ده، بنقول عليه كلمه ايه؟ ديسيزد، يعني اللي موجود اللي حصل فيه الاصابه دوت لازم ان هو يعمله ايدنتيفيكيشن. يعني ايه ايدنتيفيكيشن؟ اللي هو الترسيله اللي هنبتدي بيه اللي هو الاستعراف ومش التعرف. يبقى لازم نبقى فاهمين ان هو عمليه استعراف. طيب يبقى هيعمل ايدنتيفيكيشن بعد كده هو بعد ما عمل الاصابات وكده عليه ان يجمع الايفيدنس. يبقى كولكشن اوف ايفيدنس بيجمع الايفيدنس هي الدلائل اللي هتتقدم للمحكمه وتروح معامل الطب الشرعي والى اخره ده كله، مين على الكوسته ومين السين اوف ذا كرايم، وهو يبقى عارف اهميه كل ايفيدنس بيلمه وازاي هيحرزه وازاي يحط عليه اسمه علشان الايفيدنس دوت يبقى ايفيدنس القانون ينظر امام المحكمه، اذروايز ان هو يبقى ملوش اي فاليبل هذا الايفيدنس اذا ما عملش كده. طيب بعد كده عليه كمان الطبيب الشرعي، عليه متابعه الانفستيجيشنز اللي هيطلبها من معامل الطب الشرعي، عليه الانتربريتيشن بتاع الانفستيجيشنز دي لما تيجي علشان يبعت للمحكمه التقرير بتاعه يقول ده احنا عملنا دي ان ايه وقارناه من الاهل ومش عارف ايه، والله ده طلع هو فعلا فلان الفلاني او ما طلعش هو الى اخره. يبقى اذا عليه متابعه في ده كله. اذا كان بيتابع حاله ليفنج مثلا دكتور عمل تسبب في عاهه مستديمه العيان ولا كده وهتسبب له في انكلوزنج في المفاصل او عمليه فاشله او الى اخره، وهو عليه ان هو بيتابع المريض دوت عشان يقدر يدي المحكمه راي نهائي في نسبه الاصابه والتعويض اللي هيدفعه الدكتور والى اخره. اوكي؟ دي بعض المهام. طب ايه كمان؟ هو المسؤول عن تقديم الريبورت للمحكمه، الاوفيشال ريبورت اللي هو هيكتبه هو المسؤول عنه وبيكتبه لازم بطريقه مهنيه وهيسال عنه تماما اللي هو في كل اللي قلناه ده. طيب هل الطبيب الشرعي هو اللي منوط بكتابه شهاده الوفاه العاديه اللي الناس كلها بتموت وكتبها شهاده وفاه؟ لا طبعا، لا طبعا. يبقى مش شغلانه الطبيب الشرعي انه يكتب شهاده الوفاه، ما هي شغلانه مين؟ هي شغلانه كل دكتور حصلت حاله وفاه معاه. هي شغلانه كل دكتور، اي دكتور الوفاه حصلت امامه في المستشفى او الى اخره لازم بيدي تقرير او هيكتب رايه سبب الوفاه. اذا ما هنتعلم شهاده الوفاه بتتكتب ازاي؟ وبعدين في دكاتره بقى منوطه اللي هي في مكاتب الصحه اللي هو هيدي يطلع شهاده الوفاه الاوفيشال. اما بتاع الطب الشرعي السبيسيفيك اللي هو الاكسبرت الخبير ده مش شغلته كتابه شهاده الوفاه العاديه، لكن شغلته ايه؟ كتابه الميديكال ليجال ريبورت اللي هو التقرير اللي يتقرا عند المحكمه اللي يدين ده او يبرر ده. اوكي؟ دي بعض اشغال الطبيب الشرعي. ممكن كمان لو نتطرق بيشتغل الطب الشرعي في فحص الدوكيومنتس، فحص الدوكيومنتس لاثبات الفورجري اللي هو التزييف والتزوير. عملية واحد قال لك لا مش خطي، الشيك ده مش انا اللي واضي عليه، ده شغلنا برضه، ده شغلنا، تمام؟ وان كنا مش هنتطرق ليه في الدراسه عندكم.
طيب ننتقل بقى، يعني انا بديكم فكره عن مجالات الطب الشرعي واللي هي بتوسع جدا. الاريشن حلو في المدرج؟ في تكييف شغال اصلا؟ مفيش تكييف ولا كده ولا نمت في شبابيك؟ لا شغال. شغاله بس هو. طيب خلوني اكمل الكلام. بكل ما حصل بروجريس والتكنولوجي بيزيد، وظائف الطب الشرعي بتوسع، يعني الكمبيوترايزيشن وعمليه فحص الكمبيوتر والسمارت فون بقت داخله في مجالات الطب الشرعي لفحصها ولجمع الايفيدنسز وعلشان نقدر نربط الكلام ده كله، تمام؟ من ضمنها طبعا حاجات كتيره جدا، يعني انا بديك فكره كده عن مجال الطب الشرعي الشغل فيه ايه. طب النهارده بنبتدي ان شاء الله اول شابتر في الطب الشرعي، وهو موضوع الايدنتيفيكيشن. وانا قلت هو كلمه ترجمته باللغه العربيه الاستعراف. الاستعراف، ولما حدش يقول ان ايدنتيفيكيشن ميز التعرف، لان التعرف ده لما ابص كده لوشي دوت اقول ايه؟ زميلنا محمد نجيب. وده قائم على الفيجوال كده، البصه العداء كده، ودي ممكن يكون هو، ممكن يكون واحد شكله بالظبط. واحد شكله بالظبط بنفس الهيئه ونفس المنظر، وانا اختلفت معاه في النظره، اختلف عليا الامر وقلت هو محمد نجيب. اذا ده التعرف ان انا ابص كده. خلاص؟ لكن الاستعراف ده انا بستفعل، ده انا حاسب كل الساينتفك ميجرز اللي انا درستها والساينتفك بيزز اللي عندي، وابتدي اشغل المعامل بتاعت الطب الشرعي عشان اقول والله العظيم دي فاضيه. واقدم للمحكمه اقول كده، دي كلمه الاستعراف. طيب انا هكمل الموضوع، بس قبل ما امشي من المحاضره فكروني اقول لكم على شويه امور اداريه في القسم او عشان تجميع النمر والشغل اللي عليه. طيب نكمل الاستعراف. يبقى الاستعراف عباره عن ايه؟ عباره عن سبيسيفيك كرايتيريا للانديفيدواليز ذا بيرسون. يعني ايه؟ يعني هي فريده لهذا الشخص لوحده. خلاص؟ يعني لما انا اقول شعره اسود ولا شعره كستنائي، انا عندي 500 واحد شعره اسود وكستنائي، ابيضاني ومليان وبتاع، عندي مليون واحد كده. خلاص؟ ايفن في السب جروب لو في السكشن بتاعي بس الطويل والابيض، ممكن دي تزود نسبه ان انا اتعرف عليه. لكن ستيل ماهيش كونكلوسيف. يبقى انا عايز اقول ان عمليه الاستعراف عندي قائمة على ايه؟ ايه وانا جيت؟ مش هنا، مش هنا يا دكتورة، مش هنا. طيب انا لما اجي سيطر سيطر طيب، يبقى انا بقول عملية الاستعراف اللي هو الايدنتيفيكيشن. زعلوا عايش لما اقول لو انا دي دايره الايدنتيفيكيشن اللي انا قاعد كده اتعرف، انا عندي زي ما قلت لكم كده في بريسامبتيف، يعني بريسامبتيف يعني ما هياش كونكلوسيف، ما هياش بوزيتيف، يعني احتماليه، يعني اسيستنس. خلاص؟ بريسامبتيف ميجرز او فيتشر، وفي كونكلوسيف وبوزيتيف، وتدي 100%. يعني كان الجانب ده يغطي الكره كلها بتاعت الايدنتيفيكيشن. الجانب ده اللي هو يشمل ايه؟ يشمل البرنس اللي انا هعملها بالانفستيجيشن. ويتش برنس؟ خليكم احفظوهم الثلاثه. فينجر برينت اول واحده واهم واحده واهم من دي ان ايه؟ كلكم تبقوا عارفين كده. الفينجر برينت اهم واكريت اكتر من الدي ان ايه؟ فينجر برينت نمره واحد. نمره اثنين دنتال برينت. الدنتال برينت سبيسيفيك فور افري بيرسون. ما حصلش ان في اثنين عندهم دنتال برينت واحد. تمام؟ يعني ايه دنتال برينت؟ يعني شكل السنان ورصتها وحجمها والدنتال وكل الكرايتيريا اللي موجوده عنده في السنان، وعنده كام ضرس مخلوع وكام ضرس مسوس وكام ضرس عامل له كرتوش، طب والكلام دوت. بعد
نخلص التالتة عشان ما ننساهاش. التالت برنت اللي هي الدي ان ايه برنت. يبقى انا عندي كام برنت مهمه جدا؟ ثلاثه. دول اللي اكتوال انا بشتغل بيهم. في عندي في الطب الشرعي برنت ثانيه لكن انا بقول لك الاكتوال. يعني ليه البرنت دي سبيسيفيك؟ الفلك برنت من فوق سبيسيفيك. خلاص الايريس برنت بيشتغل بيها بره وسبيسيفيك وفي المطار. الاير برنت لكن انا اللي بشتغل عليه لما اتكلم بجد واكتوالي اللي هم الثلاثه برنت. فينجر برنت، دنتال برنت، ودي ان ايه. بدون الثلاثه برنت انا ما عملتش استعراض. انا لو عملت دولت ما يهمنيش الكلام ده. لكن لو الكلام ده يساعدني لو انا ما عنديش ده، ويساعدني هو مقدمه لده. خلاص؟ اللي هو ان انا اخد اوصاف وصورته والكلام ده. الثلاثه دول هم الاستعراف، هم اللي تقدمهم للمحكمه. يبقى انا في presumptive features وفي specific او conclusive features اللي هي positive features اللي هي الفرنس لازم اعمل محدش ينساه. يبقى انا لما اجيب لك كيس وتنسى تقول لي البرنس ديت في الاخر تبقى انت ما عملتش الاستعراف بتاعك. تمام؟ طيب هنيجي نقول ايه؟ علشان انا اعتمد على البرنس ديت لازم يبقى عندي previous داتا. يعني هو انا هجيب هاخد من واحد فينجر برنس هعمل بيها ايه اذا ما كان ليش عنده فايل يتسجل عندي او داتا بيز قديمه وانا عارف ان الفينجر برنتس دي بدي او موجوده فلان. او انا هعمل ايه بعين الدي ان ايه عملتها وما عنديش ريفرنس ارجع لها او اقارن بحاجه بيها. الطب الشرعي ذا ساينس اوف كومباريزونز. يبقى اللي مش هيعمل الكومباريزون انت ولا حاجه. ما عملتش حاجه خالص. تمام؟ يبقى انا دايما كل حالات الكيسز والطب الشرعي والكراينز اللي اشتغلها واللي بيلم هو بيلم من هنا investigations او بيلم evidences عشان يعمل الكلام ده. At the same time هو عنده بلاغات لناس مختفية او بيخدها ويرجع للداتا بيز اللي متجمعها كمبيوترز في المصالح الحكومية عندنا، في السجل المدني، عند الداخلية، عند whatever. انا برجع للداتا دي. لما بيكون شخص انا هعتمد على الدنتال برنت لازم يبقى في كوميونيكيشن مع الدنتست اللي كان بني ادم ده بيتعالج عنده، او مع مكتب الصحه اللي كان بيعمل له الشغل الدنتست في بقه، او حتى في المدرسه ساعات بيعملوا التامين الصحي ولاد عمل. يبقى انا لازم عندي حاجه اسمها انتي مورتم ريكوردز اللي هي قبل الوفاه اللي هي وبني ادم عايش، او ايفن حتى لو بني ادم ما ماتش وعندي بني ادم عايش فانا لازم عندي بريفيوس ريكوردز عشان اقارن بيها وبين الانفستيجيشنز عن اذروايز ولا حاجه ولا شغل ليه اي لازمه. يبقى انا دلوقتي بعتمد على حاجتين. طبعا الدراع الايمن للطب الشرعي لازم اللي يساعد في الكلام ده، لازم يبقوا ان كوميونيكيشن مع بعض ويحبوا بعض وتيم، وده مش حاصل طبعا دايما، اللي هو الشرطه والبوليس مان يعني اللي هيساعدوه في دم الايفيدنس وهيجيب له الريكورد واللي هيلم يعمل الانتروجيشن ويسال ويجيب ويعمل ايه التحريات. لان احنا شغلنا شغلك قائم على الانت مورتم ريكوردز وعلى التحريات وعلى الهيستوري تربل ده مع الانفستيجيشنز اللي بتجيبها. غير كده انت معاك بازل زي ما تكون لعبه بازل انت بتركبها. يبقى لازم تعتمد على حاجات معينه. تمام كده؟ طب نرجع كلامنا على الايدنتيفيكيشن. يبقى احنا فهمنا يعني ايه ان انا الايدنتيفيكيشن. طيب ايه الحالات اللي انا كطبيب شرعي اتعرض ليها ان انا يطلب مني اعمل استعراف؟ هل هي على الميتين والجثث وبس؟ لا طبعا، ده انت فيرست بقول للناس اللي عايشه في امتحان الشخصيه. في لو تفتكروا انتوا كنتوا صغننين شويه ساعه ما صدام حسين كان هبار وقبضوا عليه لقوه مش عارف فين، لو تفتكروا نشرات الاخبار كلها وبتاع يجيبوه والدوش يعملوا بيفحصوا اسنانه وبيعملوا بياخدوا منه عشان يتاكدوا، مع ان هو شكله بالظبط صدام لكن عشان يتاكدوا هو ده صدام ولا واحد شبيه. يبقى اذا ايه؟ يبقى اول حاجه في الناس اللي بينج ممكن حال الشخصيه، ممكن واحد كوماتوز ما ماتش ولا حاجه ومالوش اهله لقيته واقع في الشارع، انت مضطر ان انت تعمل له ايه؟ ايدنتيفيكيشن. واحد فقد الذاكره، واحد على
ولا كده، وانت مش ممكن تصدق كلامه، فانت مانوط بان انت تعمل له ايدنتيفيكيشن ما معهوش اوراق. يبقى الى اخره عندي حالات في اي بقى حاله جريمه معينه وماسكين اسئله ولا كده، بيتبعت على طول بتاع الطب الشرعي كمان علشان نتاكد ان الفندي ده عامل لنا ليه ايدنتيفيكيشن. الكرايمز بتاعت الريب وبتاعت الصدمي والعياذ بالله اتصاب الاطفال الصبيان والبنات والكلام ده، لازم تعمل ايدنتيفيكيشن للطفل، ولازم انت جنب الريبورت او على الريبورت اللي هتكتبه ان الواد ده فلان الفلاني اللي انا فحصته كده. انا شخصيا اشتغلت قضيه في موضوع الاطفال دولت، حتى عرض طفل صغير كان في حضانه، وبعدين كتبت الريبورت وكل حاجه، وبعدين راح اول حاجه الدفاع راح جاي قايل ايه؟ الريبورت ده مش بتاع الواد ده اصلا، احنا مش ضمننا ان الريبورت اللي هي كاتباه ده على الولد اللي هي عايزاه ده. احنا من ساعتها انا شخصيا اتعلمت اعمل ايه؟ بكتب ريبورت للواد ده، تعالى يا ولا بعد ما اخلص التقرير وبصمه على الريبورت اللي ده بتاعه. خدتوا بالكم ازاي؟ لان ايه؟ قال لك الله، طب ما ده فعلا كله حلو قوي، بس ده مش تبع الواد ده. وابعتوا بقى الطب الشرعي تاني وهاتوا لجنه وهاتوا تمام؟ فاحنا اهم حاجه الواحد مهما يعيش تتعلم، واهم حاجه تتعلمها مش في الطب الشرعي بس، انت كطبيب هقول لكم دلوقتي دوكيومنتيشن. انت لما بتشتغل ان شاء الله نايب وفي الطوارئ وكده ودخلت، كل العيال اللي ما بيعملش لنفسه باك اب بالدوكيومنتيشن تاكد ان هو بيلبس قضايا وتعمل له خاص وتحط في الفايل بتاعه، ان ما كانش هيترفض ويتقري، لان النايب اللي فوقك ما تاخذنيش، كل واحد يبقى عايز ينادي نفسه، يقول لك انا طلبت منه وهو ما عملش، انا بعت له عينيك قدامي وما راحش، ما ردش عليا بالتحاليل. ولذلك تعلم نفسك تذكره العيال، تكتب عليها الساعه كذا، دكتور كذا، انا عملت له كذا، رحت تحط في الورقه انا عملت كذا، ماشي انت بالورقه والقلم على طول، ايه؟ ابقى ميديكو ليجالي مايندد، لان انت وظيفه الطب الشرعي انك تحمي نفسك قبل ما تحمي الناس، احمي حقك الاول والا هتضيع. يبقى انت تحمي نفسك الاول قبل ما تجيب حق الناس، تجيب حقك من انت دايما تعمل دوكيومنتيشن، تمام كده؟ طيب نرجع تاني، احنا بنتكلم بقى الكيسز اللي بنشوفها، قلنا في حالات الليفنج ابشور. طب في حالات تانيه اسهل استعراف تعمله في الجثث عموما، الجثه اللي فريش اللي هي بكامل الفيتشرز بتاعتها وانسجتها وفينجر برينتس لسه متواجده، هاخدها هنا هخش اعمل الاستعراف بتاعي عن طريق الفيتشرز وعن طريق كده، واخد البصمات بتاعته والجثه لسه فريش زيه زي العايش تماما، الا اني بشيل منها طريقه الكلام او المشي او الحركه او اللوكيشن بتاعه او ان انا كتبه، لكن زيه زي الحي تمام، وهعمل الانفستيجيشنز هي وهاخد عيناتي منه، مش كده؟ طب اللي بعديها ان هي ما هياش فريش، الجثه دي تعفنت، واحد ومات وما حدش جري منه، مات في البيت بتاعه ونادوا لك تخش الجثه متعفنه او تحللت او بقت يا دوبك سكيلتونايز، يعني سكيلتون مربط في بعض، فهنا هتبتدي تعمل الايدنتيفيكيشن بتاعك. دي برضه سهله لكن مش زي الاولانيه. الاصعب من كده بقى ان يندهولك على لموا شويه عظم من حفره، قال لك ده قبر جماعي، او حصل كاتاستروف زي قطر الصعيد اللي ولع ولمنا بقى والعياذ بالله امم في اكوام في بقك كده علشان تعمل استعراف وتفلط. يا نهار ابيض، يبقى انا هنا الاداء امامي بروبلمز، اصعبهم اللي هي الكوليكشن اوف بونز، وان انا هبتدي اشتغل وفرض. هنا طبعا بنشتغل التيم ورك ونبتدي نعمل اول حاجه، افرز لي يا ابني شوف نقي العظم جيبه كده والطوب والخشب واللي شبه العظم تجيبه كده، يبقى اول حاجه هو بون صحيح ولا مش بون، لان في حاجات كتيره بتبقى شبه البون وهي بجد مش عظم، فالدكتور طبعا عارف البيكتشر بتاع البون وعارف الملمس والشكل، يجي يشغل هتفرز كده. ثانية هنشغل عايزك تفرز لي الهيومن بونز من البونز في انيمالز، في قطط وفي كلاب وفي حبير وفي جواميس، والعرض خصوصا لما تبقى كاتاستروف خدت منطقه، يبقى نبتدي نلم الهيومن بونز. طيب الهيومن بونز ده هيلمها كده بالشكل برضه، بس يعتمد لا على الاناتومي
الاناتومي كان فيه تشيست، لكن ربما العظم اتكسر ومش باين ولا رقم مش واضح، او في مرض مش عارف بتاع حمار ولا بني ادم، يبقى احنا هنا نلجا الى المعمل على طول. البريستين تيست متوفره في الخيمه اللي هم شغالين فيها، يعمل البريستين تيست للعظم اللي عنده او بيس اوف بون، يوم يقول ايه؟ يعني ايه البريستين تيست؟ طبعا خدتوا بكتيريا وعارفين اللي هو بتحقن الانتيجين اللي هو انت اخده من الهيومن انتيجين وحقنه في انيمالز، وبعدين بتبريد الانيمالز دي بعد 15 يوم وتعمل سنتريفيوج للفلاد وبتاخد السيرم، بقى عندك انتي سبيسيفيك انتي سيرا لحاجات كثيره جدا. انت بتخش تشوف ده هيومن ولا انيمال ولا ايه؟ الهيومن هنفذه كده. يبقى اول خطوه العظم من اللي مش عظم، ثاني خطوه هيومن من اللي مش هيومن، ثالث خطوه ابتدي افرز. عايز اقول الميل ولا الفيميل والايجز ولا كم بني ادم ده؟ دخلت على شويه كوليكشن مش كتير مثلا، مجرد وجود ريبيتيشن لعظمه واحده اثنين استرنم يبقى عارف ان دول بني ادمين اثنين مش كده؟ لقيت ريبيتيشن، لقيت واحده فيما بتاعت ميل وواحده بتاعت فيميل يبقى دول اثنين وهكذا. يبقى ابتديت احاول ان انا بقدر الامكان احصر عدد الجثث او بني ادمين اللي انا بتعامل معاهم. طيب وبعد كده الايدنتيفيكيشن اوف سكس من الاناتومي بتاع العظمه، من ان انا ممكن في الاخر اخد دي ان ايه هيساعدني برضو على التعرف اوف سكس. طيب انتقل بعد كده العظم بتاعي، مش ممكن ال طيب هنيجي بعد كده انا بنط العظم وتوارث الاعداد وكده بقدر الامكان، هبتدي اعرف ابتدي احدد ايه الايدنتيفيكيشن اوف ايج. انا بس انا ماشي سيستماتيك كده يا ساره ولا عشان ما هبتدي نعمل ايدنتيفيكيشن اوف ايج. انا عندي بوينتس معينه لازم ابلغ، انا اقول ايه العمر كذا والسبيشيز كذا، ده من مصر ولا ده من اوروبا ولا منين؟ خلاص يبقى انا هبتدي ان انا اعمل تفنيط. اول حاجه الايدنتيفيكيشن اوف ايج، هنحدد العمر ازاي من العظم اللي عندي. اول حاجه في الميجرمنتس بتاعت السكال، السكال بتاعي من البيبي الصغير، يبقى انا لما امسك السكال الاول هحدد منها العمر ازاي. في ميجرمنتس للسكال بتاعت النيو بورن اللي لسه مولود، الدايمترز بتاعتها بنقيسها ونعرف العيل ده لسه مولود ولا اصغر ولا كبر شويه، اللي هو هتلاقيهم عندك في الكتاب 13 السيركمفرنس كده 13 انش، الطول كده 5 انش، البريز كده كام؟ 4 ماشي 4 انش، يبقى بالميجرمنتس. كمان انا عندي العيال الصغيره لما بتتولد كلنا كان لينا اخ صغير او ابن اختك او كده، يبقى عندي الانتيرو فونتانيل بتاعته دي تلاقيها كده حته سوفت البريد تحتها على طول، تحط ايدك عليها تلاقيها بالسيتي هنا اللي هي انها مفتوحه والبريد تحتها، لان دي بتبقى اول ما العيل يتولد بتبقى ثلاث صوابع، وكل ست شهور بتتلم وتقفل لما تستعد تكريب على بعضها. خلاص يبقى انا عندي الانتيرو فونتانيل بتنزل مفتوحه وتقفل صباع كل ست شهور، تقفل على مقفوله تماما عند سن سنه ونص. نيجي هنا في حاجه اسمها الفوستيرو فونتانيل، والفونتانيل دي اللي هي التقاء العظمات بتاعت الراس بتبقى مقفوله من الاول. طيب نيجي بعد كده، يبقى اول حاجه المقاسات والفونتانيل. اول حاجه الميجرمنتس السكال ايدنتيفيكيشن اوف ايج من السكال اول حاجه المقاسات، نمرة اثنين الفونتانيل ادي السكال كده، انا عندي هنا الانتيرو فونتانيل والبوستيرو فونتانيل، دي بتقفل صباع عند كل ست شهور يقفل عند سنه ونص، دي العيل بتولد مقفوله عنده. طيب بعد كده عندي في الاسكان حاجه ثانيه تساعدني، عندي بنبتدي نشوف السوتشر. يعني ايه السوتشر؟ يعني انا لما اقول الاسكان كده الاسكان كده عندي دي اهي، اللهم صل على سيدنا محمد، الفرانتال فوق والبرايتال مش كده؟ والاوكسيميتال، يبقى هنا اهو عندي الفرانتال مع البرايتال بتعمل هنا حاجه اسمها
من الأنانية. الاثنين فرايسال بيلحموا مع بعض اللي هو السبايكتال سوتشر. وعندي هنا هو الدرس واللاندوين سوتشر اللي مع الاوكسيبيتال. طب السوتشرز دي عباره عن ايه؟ دي عظمه منفصله ودي عظمه منفصله والاثنين بيقربوا من بعض. السوتشر ده بيبقى مفتوح لحد سن معين وبعد كده يبتدي يحصل له ايه؟ يبتدي يحصل له كالسيفيكيشن ويتعظم مع بعض ويقفل تمام. ومن فحصي للسوتشرز ديت انا هقول العظمه دي سنها كذا. طيب نيجي نشوف اول حاجه الفرنتال بون دي. الفرنتال بون اللي هي من الامام كده لو دي العين ودي العين. الفرنتال بون عندي هنا الفرنتال سوتشر اللي هم العظمتين الفرنتال دول بيقفلوا عند 3 سنين. بس دي الوحيده اللي ليها اكسبشن. لان الجماعه النجرويد زي ما هناخد في الريس النجرويد اللي هم الجماعه بتوع وسط افريقيا وجنوب افريقيا اللي هم البلاك في السكين كلر. السوتشر بتاعهم ده ما بيقفلش الا عند 30 سنه. يبقى كانه مفتوح لحد 30 سنه. ولما يقفل يقفل بخط اسود كده يبقى باين، يعني يبقى انا لما الاقي السكال كده بتاع حد نيكرويد هعرفها من الفرانتال سوتشر. طيب يبقى ادي اول حاجه عرفت ان هو هيقفل ويبقى عظمه واحده عند سن 3 سنين. اجي ابص للساجيتال سوتشر اللي هو ما بين البرايتال والبرايتال بيقفل عند 30 سنه. وطبعا عمليه القفلان دي بتبتدي من الانر تيبل بتاعت العظم. احنا عارفين ان العظم ده عباره عن ايه؟ مسطح عظمه كده بليت ليها اوتر وانر. يبتدي القفل من الناحيه الداخليه. طيب يقفل عند 30 سنه. يعني يبتدي من النص كده على من سن 25 سنه ويفضل يقفل حته حته عند 30 سنه يكتمل. الكرونيال سوتشر بيقفل على سن 40 سنه. اللاندويد سوتشر ده يقفل على سن 50 سنه. التمبرال سوتشرز اللي هنا اللي ما بين البرايتال والتمبرال بون يقفل عند 70 سنه، ممكن اكتر من كده. اذا انا من فحصي للسوتشرز ديت اقدر احدد اقول ايه؟ ده عنده كام سنه؟ السكال دي بتاع البني ادم عنده كام سنه؟ تمام كده؟ طيب لسه مش تمام، لسه مش تمام. السكال دي لما اقلبها البيز اوف ذا سكال عندي سوتشر مهم جدا عشان ايه ما يتنسيش. لما تقلب السكال كده عندك عندي فورم المبنم هنا، تمام؟ عندي فورم المبنم هنا. طب عندي العظمه دي اللي هي زي الفراشه هنا اللي اسمها السفينويد، مش كده؟ طيب وعندي هنا هو دي الاوكسيبيتال بون بتتكون من 3 حتت. الحته الاولانيه اللي هي ده اهي اسمها البازيلار بارت اللي هي البيز اللي هي قدام الفورم المجنم. والحته اللي هي المفلطحه اللي ورا اسمها سكويمس بارت. والحته دي اسمها الكوندايلر بارت اللي حوالين الفورم المجنم. طيب انا اجي العظمه دي اللي بنقول عليها زي الفراشه دي ليها حته بيزل هنا اسمها البيزل بارت اوف ذا سفينويد. الاثنين دول يعملوا سوتشر مهم جدا يقفل عند سن 23 سنه. يبقى انا لو عندي سكال كده قبل ما ابص على السوتشرز اللي هي 30 و40 و50 انا اقلبها كده وابص السوتشر ده فاتح او هبتدي اتعب في دول. السوتشر ده قافل يبقى ما انتوا فاهمين حاجه؟ طب السوتشر ده فاتح مش هتعب نفسي في دول. السوتشر ده قافل انا مضطر ان انا اشوف بقيه السوتشر. فهمتوا معايا كده؟ طب كده السوتشرز اللي هي موجوده في السكال ده بقى خلصت كده. السكال خلصت؟ لا، انا عندي سات هنا مهم قوي اللي هو ايه؟ دنتال اللي احنا بنقول عليه دنتال برينت والكلام ده. ولذلك انا عندي حتى من غير البرينت مجرد العجز البسيط هيساعدني في تحديد السات. طيب انا عندي كلنا عارفين لما كنا صغيرين كلنا استنى وقعت وهتفت وبدلنا وطلعنا اسنان. يبقى انا عندي تو سيتس اوف تيثينج. عندي اللي هو الميك تيثينج اللي هو يبتدي من سن قد ايه؟ من سن 6 شهور بعد الولاده، من سن 6 شهور ويكتمل عند سنتين. طيب الميك تيثينج ده عدده قد ايه؟ كام سنه بقى العيل الصغير اللي عنده سنتين؟ 20. الله يفتح عليك، 20 سنه. وده سؤال بنساله في الشفوي. الواد اللي عنده سنتين زي بقه فيه كام سنه؟ تحفظيها 20. يبتدي يسنن من امتى؟ يبتدي يسنن من 6 شهور. خلاص
ابتدي نحفظهم عشان تحفظ ترتيبهم طلعوا امتى، يبقى انت هتاخد ربع ضغط. يعني ايه؟ يعني ربع، نص فك، نص فك او ربع بوك. عد فيه هيبقى فيه كام سنه؟ خمسه. الله يفتح عليك. نبتدي بالسنترال انسايزر بتطلع ست شهور، اللاترال انسايزر تسع شهور، وبعدين الفيرست مولر يطلع عند سنه، والسكند مولر عند سنتين، الكناين يطلع عند كام؟ 18 شهر. مش كده يا استاذ؟ راجع عليا يا بنت. ماشي؟ ماشي يا اولاد؟ طيب. دايما الكناين يطلع متاخر عن المولر. خدتوا بالكم انا قلت مولر وفيرست مولر وسكند مولر؟ يعني ايه؟ يعني العيل الصغير اللي عنده ميش ديزنج دوت ما عندوش بري مولر. ما عندوش بري مولر، خليك صاحي. لو هو بيكبر هيطلع بري مولر، نبتدي نعدها. او ما اضحك عليك وانا بسالك في الشكوى كده اقول لك ايه؟ قول لي بقى يا حبيبي الميش بري مولر يطلع امتى؟ طبعا عايز يعدني يبقى فاهم ويبتدي يقلب اي رقم لانه هو تايه. الا العيل اللي واثق من نفسه مش حاجه اسمها ميت ريمول، تمام؟ طيب نيجي بعد كده، يبقى احنا خدنا كده لما بص افحص بق الطفل. طيب من سن سنتين، من سن سنتين اللي هو اكتمل فيه الميلك تيزنج لحد ما يبتدي يطلع البيرمننت تيزنج اللي هو عند ست سنين. كلنا واحنا في اولى ابتدائي فرحنا قوي ان عندي حداثه طالع كده من غير ما اخلع حاجه. اول درس اللي هو الفيرست مولر، اول درس يطلع عند ست سنين. ما بين السنتين والسته بقى يفيدك بيفحص بق العيل، تقول له افتح بقك. حته اللحمه اللاسعه الفاضيه اللي ورا السكند مولر، طولها يساعدك في تحديد الايدج بتاع العيل ده من سن 2 لسته. كله عندك في الكتاب. طيب هنيجي نشوف بعد كده، انتقل للبيرمننت تيزنج. طبعا احنا عارفين ان الميلك تيزنج سنه كده لا ليها متر ولا ليها حاجه، فيري فيري فاين وفراجايل وصغيره خالص وما هياش بالكي ومش كالسيفايد جامد. تختلف عن البيرمننت تيزنج اللي هي بالكي وكبيره والكلام ده كله. حتى تلاقي العيل اول ما بيطلع البيرمننت تيزنج تبص تلاقي فكه الصغنن مش مستحمل احجام السنان الكبيره اللي طالعه، فاحيانا العيل سنانه تركب على بعض وبعدين ايه؟ الدكتور السنان يقول لك اديله فرصه بس اما يحصل مانديبولار جروس هتريح السنان، تمام؟ لان حجم السنه البيرمننت تختلف عن الميلك تيزنج، وفي هنا السنكرونيزم بقى بتاع المانديبولار ديفلوبمنت مع التيس بروتروجن الى اخره، مش موضوع. طيب نيجي نشوف بقى البيرمننت تيزنج يكتمل عند سن ايه؟ 18 سنه في الغالب، ممكن يتاخر شويه، لكن هو بيبتدي من 6 سنين عند 18 سنه. طب حضرتك بقك في كام سنه بقى؟ 32. الله يفتح عليك. يبقى البيرمننت تيزنج 32 سنه. عشان نحفظهم برضو هتاخد ايه؟ ربع ضغط وتمشي معاه. يبقى هنقول الاول حاجه بتطلع عندي ايه؟ الفيرست مولر 6 سنين. طيب نيجي بعد كده السنترال انسايزر 7 سنين، واللاترال انسايزر 8 سنين، وبعدين الفيرست بري مولر اللي ما كانلوش مكان قبل كده 9 سنين اللي هو، وبعدين 10 سنين السكند بري مولر، وبعدين 12 سنه السكند مولر، وبعدين نرجع للكناين يطلع عند 11 سنه. اتفضل عندك ضرس العقل اللي هو هيطلع عند 18 سنة، هيطلع عند 18 سنة ممكن يتأخر لحد 21، وممكن ما يطلعش وتروح لدكتور السنان وعندك خراج يعمل اكس راي يقول لك ضرس العقل انفكت. خلاص؟ ما عليك. كده نبقى خلصنا تيتي وتحفظه. نعم. دكتورة المانديبل. صوت. مانديبل. المانديبل. ما لسه ما جايبش، انا خلصت تيتي. كده خلصت السكال يا دكتوره؟ لا ما خلصتش السكال. عندي الجو اللور جو اللي هو المانديبول، من فحصي للمانديبول بقدر احدد الايج، بس نوت اكيوريت. يعني جاست انا اقول ده بتاع تشايلد او انفانت او ده بتاع عجوز او ده بتاع شاب في الادلت في الادلت ستيج. طيب ده من ايه؟ من الانجل بتاع المانديبول مع البادي مع الريمس، يبقى كانت اوبتيوز انجل وهو بيبي، وبعدين بقت اكيوريت انجل رايت انجل وهو في الادلت ايج، وبعدين رجعت تاني بقت ايه؟
المارش بتاع السنان بتتاكل العجيز اللي زي ابو علي ده في على فين وجهه كده. يبقى في البيلر اتريشن البيلر مارجن التاكل وحتى من البول. في عندي الفورم اللي هو المنتال اللي هو الاوريفيس اللي بيخش منه اللار فيسلز والنيرف ده موجود في الانفانت بس تلاقيه قريب من اللور ايدج، بينما في الناس العواجيز اللي زيي بقى فوق قريب قوي من الالفيلر مارج، في الاذر تبقى في النص. خلاص كده خلصنا الايدنتيفيكيشن اوف ايدج من السكال. طب هو احنا كده كل دي حاجات عشان تقول ايه ده المتوفى ده كان عنده كذا سنه. لسه من السكال بس انا هنتقل بعد كده هشوف في عندي الابيرنس اوف اوستيفيك سنترز. يعني ايه اوستيفيك سنترز يا دكتور؟ يعني ربنا خلق العظم من ايه؟ من ايه الاول؟ بتبقى كارتريج، كارت موديل كده عباره عن كارتريج. كارتريج دي عشان تتحول لعظم لازم يطلع لها اوستيفيك سنتر في كل نهايه من نهاياتها وفي النص. لو تبص تلاقي اي عظم عندك اللونج بونز ليها هيد ولور اند وليها شاف. انا عشان يحصل دي ربنا بيخلقها بتبقى كارتريج، وعشان تتحول لعظم يطلع اوستيفيك سنتر هنا واوستيفيك سنتر هنا واوستيفيك سنتر هنا وهنا على الاقل. كل واحد ده يعني ايه؟ يعني مركز التعظم اللي يبتدي منه تكوين الخلايا العظميه اللي هي الاوستيوسايتس وتبتدي تنتشر زي شعاع الشمس دي. هذا الاوستيفيك سنتر يبان لي في الاكس راي. لما تعمل اكس راي او لما تاخد لونجيتيونال سيكشن او اي سيكشن على العظمه تبص كده في العظمه تلاقي في نقطه لونها جراي، او في الاكس راي بيبان لك نقطه بيضاء في وسط الاكس راي. اذا المركز التعصب ده في كل عظمه ليه سن معين يظهر فيه. طيب دي الاوستيفيك سنترز اللي في اللونج بون. طب ايه فيني ايه؟ سنها حاجتين، لما يكون العيل في بطن امه بيبي لسه انترايتراين ده. طب يفيدنا بايه ده؟ هتشتغل قضايا حاجات اسمها انفانتيسايد يعني قتل الجنين حديث او قتل الطفل حديث الولاده، او هتشتغل الستات اللي بتعمل ابورشنز، او لقيت عيل مرمي في الشارع. كل ده انت مطلوب منك كطبيب شرعي تحدد الايدج بتاع العيل ده. فانت في الحاله دي بتلجأ الى الاوستيفيك سنترز دي اللي هو بتاخد لها اكس راي الاول وانت بتبتدي تقطع، لان انت لما هتقطع مش هترجع تاني. يبقى انا هاخد الاول كونزرفتيف عشان احافظ على الدوكيومنتيشن عندي، تمام كده؟ طيب عشان ادور على الاوستيفيك سنترز دي. طب الانترايتراي اوستيفيك سنترز اللي يهمني ايه؟ نحفظهم 2 5 7 يعني ايه؟ يعني الكلافيكل دي يطلع فيها الاوستيفيك سنتر عند شهرين انترايتراي، وبعدين عرض الاوستيفيك سنتر بتاع عظمة الكعب الكالتينيوس، عظمة الكعب اللي بندوس عليه تطلع عند 5 شهور، التيلس اللي هي العظمة اللي فوق الكعب، التيلس العظمة من الدبلة دي شوية يطلع عند 7 شهور، تمام؟ نرجع على اللونج بونز فوق، عندي الفيمر دي اللوبر اند بتاعتها تطلع عند 8 شهور، والعيل على فول تيرم ده بقى مقاس الاوستيفيك سنتر ده عمال يكبر وصل نص سم. الكلام ده عندك في الكتاب هيتحفظ، والجماعه الدكاتره بتوعنا في السكشن هيقعدوا يقروا معاك فيه وهتحفظه تمام. مالوش هزار يعني مالوش مصر دمه زي السم بس هتحفظه ماشي. طيب نيجي بعد كده الاوستيفيك سنترز بقى اللي هي بعد ما العيل اتولد. بعد ما العيل اتولد يبتدي كل ما يكبر الاوستيفيك سنتر في العظمات بتاعته تتحول الى عظم جد كويس. طيب عندي اول حاجه عند سن سنه عندك الاوستيفيك سنتر بتاع العظمات الطويله الهيومرس والابر اند اوف ذا فيم. يبقى الابر اند بتاعت العظمات الطويله بيطلع عند سنه. الواد اول ما يجيب سنه هو حلو كده وبقه فيه لسه 10 سنات بس، يبقى ايه؟ يبقى هلاقي الاوستيفيك سنتر هنا وهنا بالاكس راي. طيب بعد كده عند سنتين يبتدي يطلع الاوستيفيك سنتر بتاع اللور اند اوف ذا راديوس اللي هو عند سن دخول المدرسه يوصل نص سنتي. الكلام ده ايه؟ انا بقوله كده طبعا انتم مالين يا نهار اسود هتحفظوه، وهتحفظوه مره واثنين هتحفظوه خلاص؟ معلش بس هتلاقيه لذيذ في الاخر. عارف كده لما تشرب حاجه مره وبعدين تلاقيها حلوه ماشي. طيب نيجي بعد
الاورثوبيك سيرجن. خلصت يا دكتوره؟ لا ما خلصت. انا هبتدي احدد الايه من اللونج بون، حاجه غير الاورثوبيك سنتر، حاجه اسمها يونيون اوف ذا ايبيفيز، حاجه اسمها يونيون اوف ذا ايبيفيز. يعني ايه انت بتقولي ده؟ يعني كلام في الاناتومي بتقول اي عظمه، هنا راس وهنا كوندايل وهنا كوندايل وهنا شافت، كل حته عظمه من دي بتبقى مفصوله زي السوتشر اللي كان في السكال. هنا دي مفصوله ودي مفصول، تلتحم عند سن معين مع الشافت بتاع العظم. انا بتتبع التحام الحتت ديت عشان انا احفظ منها اقدر احدد الايج، تمام؟ ده اسمه الايبيفيسيس. ايبيفيسيس ايبيفيسيس ماشي، بيتحم مع الدايفيسيس اللي هو الشافت، تمام كده؟ يعني ايه يلحم؟ يعني الحته دي كارتليج مفتحة، طول ما العيل لسه ما جابش الايدج وبعدين تبتدي تتحول لعظم. يعني لو انت بتقرقش عظم صغيرة تعرف تكسر كل راس لوحديها كده عشان الكارتليج سهل. انت بتاخد الموزة كده تروح بص تلاقي بتفرقص بقها في حاجة جميلة. طيب لكن يبقى هنا هو خلاص وانس لحمت، لا يمكن بقى تسويها في البريست وتطلع العظمة والكوارع عشان ما تعرقش معاها، لانها دي لحمت وقفلت مع بعض في حته واحده. طيب تعالوا مع بعض نشوف كده الايبيفيزيس دي ايه اللي هتفيدنا ازاي في ان انا اعرف الايج. اجي اشوف امسك الابر هنا، الابر ليم، الابر ليم بتاع الدكتور فوزي ده بره. طيب هنبدا نقول ادي الهيومرس وادي الابر هند بتاعت الهيومرس، اجي عند اللور هند بتاع الهيومرس فيها هنا عظمتين مع بعض. ركز معايا، في عندي العظمه المكوره دي وعندي العظمه زي البقره دي اللي اسمها ايه؟ الكابيتلم، التروكليا والكابيتلم، تروكليا وكابيتلم. الاثنين دول يقفلوا مع بعض هنا عند سن 14 سنه. خلاص؟ يبقى العظمتين الصغيرين قفلوا مع بعض عند سن 14 سنه. طب الاثنين يقفلوا مع الشفت اللي فوق عند سن 15 سنه. ده كل سن ده مصيبه سود. سن 14 سنه ده هو السن اللي انا عندي في قضايا الطب الشرعي اللي العايش فيه بيوصل سن الادولسنس بيوبرتي. يعني سن يعني همت في ده ايه؟ يعني لما يجي لي واقفه قضيه الجيران دول مهتمين انه هاتك عقد البنت ديت وعمل لها ريف كذابين ولا تاخد القضيه ديت، يبقى ليه؟ يبقى سن 14 سنه ذا ايج اوف بيوبرتي اوف ذا ميل، تمام؟ اقول لك بتعرفوا منين؟ اعمل اكس راي هنا. خلاص؟ طيب يبقى عندي الاثنين دول مع بعض 14، دول مع دول عند سن 15، سن 15 ده يهمك في حاجه يا دكتور عشان تعرفينا بيه؟ علشان العيل اللي لسه عنده 15 سنه لو انا عملت الاكس راي لقيت دي فاتحه ده ما يروحش ليه؟ ما يتحكمش فيه المحاكم العاديه الجوفينايل كورت، مش كده؟ وعشان سن الحضانه بتاع الاب والام اللي مطلعين لكل الابهات والامهات دلوقتي مطلعين الحمد لله، يبقى عشان نعرف العيل هيروح لمين اللي هيشيل بلاه طبعا. خلاص يبقى سن 15 سنه. كل سن ليه مرجعيه عندي عشان كده انا بدرسه كله، دي مرجعيه قانونيه. طيب نيجي عند سن 16 سنه اللاترال كات، عندي لاترال انتكوندايل وميديال انتكوندايل. طيب اللاترال انتكوندايل هيلحم عند سن ايه؟ 16. والميديا اللي في كورناير اللي احنا عند سن 17 سنه هي دي العظمه دي. يبقى انا عندي اللور اند اوف ذا هيومرس غطت 14 و15 و16 و17 سنه خدمتني فيهم، تمام؟ ادي تحتها هنا دي الميديا الاند، يبقى انا عندي هنا هو دي الارنا، الارنا مراد ورفيعه كده، والثانيه موتيوبروسكي هي دي، مش كده؟ طيب يبقى عندي انا هعمل كده علامه اكس كده، ال 16 تيجي هنا تروح الابر اند اوف ذا ريديا او الارنا تقفل عند 16 والابر اند اوف ذا ريديا تقفل عند 17. يبقى انا منطقه الكوع، منطقه الكوع خدمت لحد سن قد ايه؟ لحد سن 17، ما تخدمنيش اكتر من كده، من 14 ل 17 تمام؟ وتبقى قفلت تمام. اطلع هنا الحته دي هتقفل مع الشفت عند 20 سنه، تمام؟ طب انزل تحت اللوبر اند بتاعت الاخوات دي هتقفل عند 20 سنه.
يبقى انا لاحظت ان انا كوع قفل بدري بينما الانس ديت قفلت متاخر، تمام؟ عكسها في اللور ليه؟ فاكرين كنا بنقول ايه؟ الجاد سبلاي بيقول ايه؟ To the elbow I go. From the knee I flee. طب لما الجاد سبلاي يروح للقلبه يبقى القلب هيتغذى يبقى هيقفل بدري. لكن النية البلاد سبلاي بيجري منها يبقى النية هتقفل متأخر. يبقى الكوع عندي خدم ل 17، لما اجي اشوف في اللور ليه هلاقي النية عندي بتقفل عند 21 سنة. طيب انا عندي اللور ليه، خلينا عشان كده خلصنا الابر ليه هنا. في عضلتين بس اللي هما بيساعدوا عندي الكلابيكل. كله كده الكلام الكلابيكل شابتر اند ديفيكيشن كله. استنى الاستنى الاند بتاعتها اللي هي الميديال ديت تقفل عند 23 سنه، صح كده؟ الكلابيكل الاستنى الاند بتاعتها بتقفل عند 23 سنه. 10 دقايق كمان تعالوا نبقلبه ده. طيب يبقى ايه؟ السنه اللي انت بتبلع 23 سنه، خلاص؟ ما في 23 سنه حكيت لكم عليه قبل كده في البيز، مش كده؟ البيزي سبينوي مع البيزي اوكس سن 23 سنه. طيب مهم جدا السن ده برضه لان هو عدى خلاص سن الايه؟ سن الرشد. فسن 23 سنه تبقى عارفه برضه، تمام؟ طيب يبقى هنا دي قفلت كده. طب عندي ايه في عظمه ثاني في الابر يا ساره؟ السنم. لازم يعني السنم يا اولاد بيتكلم بيتكون من المانيوبريم والبادي والديفولت ستيم، خلاص؟ طيب انتوا هتاخدوا في تحديد السكس هيقولوها لكم في العمل. خلينا في الايه؟ في الايه عندي المانيوبريم دي بتقفل من مع البادي عن 60 سنه، لكن الديفولت اللي تحت ده ايه؟ تبقى عند 40 سنه. الايدج دي ليها اهميه؟ 60 سنه ده ايدج اوف بنشن بتاع المعاش، يقولوا لهم كفايه عليكم كده متشددين منهم في ريتايرمنت، صح؟ طب سن 40 سنه مهم في حاجه؟ مش فاكره دلوقتي، خلاص؟ طب تاني معايا بعد كده على الجوال ليه؟ ايه يعني يا عم ياسين؟ يا اولاد عندي الفيمر، الفيمر بتاعتي اهي فيها نك ليه جريتر تروكاتر وليسر تروكاتر، في ادي الكبت بتاعي في ادي اللور اند بتاع الفيمر. معايا بقى يا اولاد خليك في الابر اند، ليسر تروكاتر عند 16، جريتر عند 17، والهيد تقفل عند 18. دول ان هو انا بتكلم هنا فوق في الابر، خلاص؟ طيب نفس الايدج تقريبا القريبه بتاعت الكوع اللي هنا. طيب هنا هو خلاص كده 18. لور ان بتاعت الشفا قد كام؟ الركبه قد كام؟ 21. شاطره مركزه. 21 سنه ليها اهميه عندي كدكتوره؟ طبعا. سن ايه؟ سيفل رايتس. يعني ايه سيفل رايتس؟ يعني كل العيال اللي عليها وصايه واللي عندها فلوس مثلا واللي عليها حارس المهم اللي عليها يعني وكيل او بتاع عايز مستني يوصل 21 دي بيعدها بيوم مستنيه علشان ايه؟ يجيب هيز فول سيفل رايتس حساباته في البنوك والبيع والشراء وكله يبقى سن 21 سنه. طبعا ده علشان يتصرف في حقوقه دي لازم يروح للطب الشرعي يديله شهاده انه خد سن ال 21 سنه، اوكي؟ اذا ما كانش عنده فايلز اوف دوكيومنتس يعني. خلاص فاضل لنا دقيقتين. طيب يا اولاد خليكم معايا. نيجي للغه اللي فيها ديت اللي هي اسمها ايه؟ تيبيا. ربطتها كده دي ناحيه الميديا هيبقى في عندي هنا التيبيا وعندي الفيبلا العظمه الرفيعه دول، الاثنين دول بيقفلوا مع اللور اند بتاع الركبه عند سن ايه؟ 21. يبقى دول بيقفلوا عند 21. اللور اند بتاع
البنات و 18 في الصبيان. طيب يبقى عن 18 سن 18 سنه ده ليه اهميه دكتوره فالانا بيه سن 18 سنه هو بتاع ايه بتاع الهيد اوف ذا فيما واللي هو بتاع ايه كمان قلناه قبل كده سن 18 سنه دي نزلته عشان كده ان هو 18 سنه ده مهم جدا سن التجنيد سن استخراج الرخص سن رخصة القيادة سن استخراج اللي مش عارف ايه استنى تروح تنتخب عشان يديك النخب 100 جنيه وكيسه وسندوتشين يبقى اذا سن 18 سنه سن الزواج يبقى مهم جدا تحديد سن 18 سنه خلاص يبقى انا حددت الايجز من اللونج بورد تمام كده في عندي عظمه مهمه جدا هنا اللي هي عظمه ايه؟ عظمه الحوض عظمه الحوض كان يجب ان انا ابدا بيها قبل دولت لكن اللهو وحش طيب عندي هتكون ايه؟ عندي تكون عظمه الهيليوم وعظمه الاسيوم وعظمه الهيليوم الثلاثه دول اللي بيتقابلوا هنا في عظمه ايه؟ الاسيتابيلا فادي عظمه وتقالها هو بس يا ولا عندي ثلاث عظمات العظمه دي اللي هي الايليوم العظمه دي اللي هي الاسيوم والعظمه دي التيوب الثلاثه هنا بيعملوا واي شيب اللي هو هيك مع سن ايه 15 سنه سن 15 سنه ده مهم مهم وقلناه من 14 ل 15 البيبرتي اوف ذا بيم اللي هو بيعمل ديز ايج او بيلو ديز ايج هي كانت فور مي ذا كرايم اوف ريت مش كده؟ وعشان الابهات والامهات المتطلعين والمتنيلين يعرفوا مين هياخد العيل ومين هيسيب العيل تمام؟ يبقى سن 15 سنه بس يا ابني بس يا بابا عندي هنا هو عارفين الفورم ده اسمه فورم الايه؟ ايه؟ اسمه ايه يا بابا؟ طيب يبقى عندي هنا هو البيوبيك ريمس بيقفل الماء الاسكيال ريمس عند سن 6 سنين سن 6 سنين ده يهمك يا دكتوره سن ايه؟ سن دخول المدارس ذا انتري اوف سكول خلاص؟ طيب عندي هنا الاسكيال تيوبروستي اللي بتقعد عليها هنا الاسكيال